أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم من منطقة جميلة جدا من بحيرة صغيرة، وهي البحيرة بتذكرني في بحيرة طبرية اللي عشت في نفس المنطقة. أنا ولدت في الناصرة، عشت وترعرعت في بلد اسمها قانا الجليل، وبحيرة طبرية أو بحر الجليل بحيرة لها ذكريات جميلة على قلبي. كنا منقضي أوقات ممتعة وأوقات جميلة. صار الوضع أجمل وأحسن بعد معرفة الرب يسوع المسيح، صار إلها معنى خاص في حياتي. أي مكان بروح له وهيك بشوف مية أو بحيرة، دايما بسترجع ذكريات بحيرة طبرية الجميلة. اليوم أنا راح أتكلم عن معجزة، وهي المعجزة يمكن غريبة شوي للمستمع أو المشاهد، هي معجزة صيد سمكة واحدة بالصنارة، وهي المعجزة حدثت مع الرسول بطرس. كانوا راجعين إلى منطقة كفر نحوم، وبعدين في جماعة الضرائب سألوا بطرس: المعلم بتاعك، المعلم مش راح يدفع الضريبة؟ قال فعلا، وراح للبيت. قبل ما يسأل الرب يسوع المسيح عن الضريبة، طبعا واجه المسيح بطرس بسؤال: ممن يأخذون الضرائب؟ اليوم أنا مش راح أتكلم عن فحوى الضريبة. الضريبة كانت نصف شاقل من الفضة، وعلى فكرة في سنة 2008 علماء الآثار اكتشفوا بعض من هذه العمل، النقود اللي كانت تعتبر ضريبة الهيكل، كانت مطلوبة من كل واحد. لكن اللي عاوز أتكلمه في المعجزة إنه المسيح العالم بكل شيء والقادر على كل شيء، واللي بيتكلم أكيد شيء بيحدث، لأنه له القدرة وله السيادة وهو المتحكم في كل شيء. حدثت معجزات على بحيرة طبرية، المسيح هدأ العواصف، وفي معجزتين: معجزة في لوقا 5 اصطادوا سمك كثير، وفي يوحنا 21 بعد القيامة اصطادوا 153 سمكة. لكن هذه المعجزة غريبة، لأن المسيح طلب من بطرس أن يروح للبحيرة ويلقي الصنارة، وأول سمكة بتطلع فيها بيكون عملة. العملة كانت في الدراخمة اليونانية بقيمة طبعا الشاقل، لأنه كان لازم يدفع عنه وعن بطرس. وفعلا بطرس راح ضرب الصنارة وصاد سمكة، ولما فتح تم السمكة شاف هذه العملة ودفع الضريبة عنه وعن يسوع المسيح. إلى اليوم معظم السياح اللي بتيجي على بلادنا، واحد من الاختبارات الجميلة انه بروحوا على مطاعم السمك، وفي سمك اللي هي سمكة تلابيا، او عنا بسموها سمكة المشط، وهي فقط بتطلع بس في بحيرة، او هذا النوع من السمك هو فقط في بحيرة طبرية، ويقال لما بترفع الزعنف بتشوف شيء بيشبه العملة، مشان هيك سموها سمكة القديس بطرس. إلي رأيي الخاص إنه استخدموا السمكة مشان البزنس طبعا لاجتذاب السياح. على كل حال الناس بتحب تأكل السمك على بحيرة طبرية، وبتتذكر المعجزة. مش بس المعجزات، صيد السمك الكثير، منشوف إنه يسوع علم ما في داخل بطرس لما بادروا بالسؤال: ممن يأخذون الضريبة؟ المسيح عارف أي سمكة بالتحديد اللي راح يصيدها بطرس، وقال له السمكة الأولى اللي راح يكون فيها عملة. حتما هو العالم بكل شيء، وهو الخالق، وهو المتحكم بكل شيء، له القدرة وله السيادة، استطاع أن يدرك كل شيء. البعض تساءل
عن المعجزة، شو الغرض من المعجزة. طبعا المعجزة انه يسوع المسيح هو ابن الله، والهيكل في أورشليم كان هيكله طبعا، فهو الناس المفروض تدفع والغرباء المفروض يدفعوا الضرائب، لكن قال يسوع لألا نعثرهم، فهو مثال صحيح جدا. فاليوم أنا عاوز أشجع كل شخص إنه كتير مرات في معجزات خارقة بتصير في حياتنا، لكن في كتير أشياء غير مدركينها ولا ربما تبدو صغيرة، فقط الشخص ذاته، أنت فقط وحدك اللي بتدرك وبتعرف هذا النوع من المعجزة. على أي حال أشكر الله، سبح الرب، لأنه الله بتدخل مش بس في المعجزات الخارقة الكبيرة، لكن في كتير معجزات في حياتنا، من حماية، من تسديد احتياجات، من بركة، من إعطاء وتسديد احتياجاتنا. كم واحد شكر الرب على الشمس وعلى الهواء اللي بنستنشقه؟ كم شخص شكر الرب إنه أعطانا اليوم فرصة جديدة، حياة جديدة، حتى نسبح ونمجد الرب يسوع المسيح؟ سمكة القديس بطرس بتذكرنا إنه كل شيء مستطاع لدى المؤمن، وحتما كانت لتقوية إيمان بطرس ولألا يعثر الآخرين، ولكن من ناحية أخرى نرى جلال وسلطان وحضور المسيح الكامل، قدرته الفائقة على الخلق ومعرفته وعلمه الكامل. هذا هو يسوع المسيح اللي بيهتم في احتياجاتك أنت واحتياجاتي أنا. شو رأيك اليوم تقول له يا رب تعامل معي سواء بشيء صغير أو كبير، عرفني عن محبتك وعن سيادتك وعن سلطانك في حياتي. إذا هذا الشيء لمسك اعمل شير للآخرين. الرب يباركك.